بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سيداتي وسادتي، أرحب بكم في هذا اللقاء العلمي المشهود لكلية الاقتصاد والإدارة، والتي أصبحت محورا رئيسيا للبحوث والدراسات واللقاءات العلمية المشهورة والمعروفة في مجالات مختلفة. وهذا هو اللقاء الثاني الذي تعقده كليتنا في الرعاية الصحية، فقد كان اللقاء الأول يتعلق بالرعاية الصحية في المملكة الواقع والمأمول، وهذا هو اللقاء الثاني والذي يتعلق بالتنسيق والتكامل بين مقدمي الرعاية الصحية في النظام الصحي السعودي. استضفنا في هذا اللقاء نخبة من خيرة خبراءنا وعلماءنا وإداريين التنفيذيين، أوكي، كلا في مجاله. فطبعا غني عن التعريف اليوم أستاذنا وخبيرنا الأستاذ الدكتور زهير بن أحمد السباعي، أستاذ طب الأسرة والمجتمع وخبير الصحة العامة في المجال المملكة العربية السعودية وعلى المستوى العالمي. وللدكتور زهير بن أحمد السباعي العديد من المؤلفات في الإدارة الصحية، في الببليك هيلث، في الإبديمايولوجي، في جميع المجالات المتعلقة بالصحة العامة، إضافة إلى مساهماته الكبيرة في القطاع الصحي العام والقطاع الخاص، فقد تدرج في العديد من الوظائف وله العديد من المؤلفات، وأخيرا كان عضوا في مجلس الشورى لفترات متعددة، والآن يشارك كعادته في اللقاءات والندوات العلمية، وبخبرته الطويلة أمد الله في عمره وزاده علما ونورا. ونبدأ هذا اللقاء بسعادة الدكتور زهير بن أحمد السباعي، فليتفضل أستاذنا الدكتور زهير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أنا مدرج الصدى والتخصص السعيد بهذا اللقاء الذي أرجو أن يتلخص عن بعض الأفكار التي قد إن شاء الله تثرينا في الرعاية الصحية. أنا أحب الحكايات، ما تكتبوها زي ما أنتم، حكايات جميلة من أيام ما كنا صغار يحفظونها. أنا عندي حكايتين صغيرتين أبغى أحكيهم لي، وبعدين أتحدث عن الرعاية الصحية برضه مستقبليا. بعد ما انتهيت من دراستي في الطب في مصر، بلاش نقول السنين، خليها كده يعني غامضة شوية، وذهبت إلى ألمانيا فتخصصت في طب المناطق الحارة، واستعدادا للسفر لأمريكا للتخصص في الصحة العامة في الصيف أقمت حوالي ثلاثة أسابيع في الهدى على مشاريع في الطائف، في بيت شعبي صغير أنا وزوجتي، وكان تحتنا مركز صحي في ممرض، فكنت كل يوم أنزل أقضي 3-4 ساعات في هذا المركز الصحي أشوف المرضى اللي بيجوا، أغلبهم أطفال، وأنا بتحدث عن فترة الستينات الميلادية. وكانت أياميها الأمراض غير الأمراض اليوم، أمراض أكثر اتصالا بالفقر وسوء البيئة. كنت كل يوم أقضي 3-4 ساعات، الأطفال بيجوني مشاكل صحية متعددة أغلبها نتيجة سوء البيئة وسوء التغذية والفقر والجهل، وإمكانات المركز كانت ضعيفة جدا، فمن أستطيع أن أعطيه علاج بأدي له العلاج، ومن أجد لا علاج له عندي أو تشخيص مناسب أرسله إلى المستشفى الملك فيصل في الطائف، وبعدها أرجع بيتي. سؤالي اللي أبغى أسألكم هو، إيش كنتوا تتوقعوا، أرجع سعيد ولا غير سعيد؟ سعيد. غير سعيد. غير سعيد. ليش غير سعيد؟ شوفوا، والحقيقة صراحة كنت برجع جدا سعيد إني أديت واجب، لا شك في ذلك جانب إنساني.
لكن والحقيقة ما قد في يوم من الأيام في ذيك الفترة طرأ علي إني أسأل نفسي هؤلاء جوني بهذه المشاكل ليش؟ وإيش كان ممكن يصير لهم قبل أن يأتوني؟ الناس اللي أرسلتهم الأطفال مع أبائهم اللي أرسلتهم للطائف راحوا المستشفى ولا ما راحوا المستشفى؟ هل هؤلاء اللي أديتهم العلاج بفرض إنهم شوفوا بعناية الله إيش احتمال إنه يجي لهم نفس الأمراض مرة تانية لكونهم رجعوا لنفس البيئة ونفس الظروف؟ أنا ما سألت نفسي هذا السؤال أبدا. ليش تتوقع ما سألت نفسي؟ أنا ما هيئت لذلك. أنا وأنا طبيب أدرس 7 سنوات في كلية الطب هيئت لصرف الدواء والحقيقة للعلاج بشتى أنواعه، لكن وأنا في المركز الصحي أنا كنت بصرف دواء وكنت مقتنع أنه هذا هو دوري، ما عندي شيء تاني أسويه عشان ما خطر في بالي أني لم أهيأ. خلينا أسألكم سؤال، كم في المية الآن من الأطباء، أنا ما أقول سعوديين وغير سعوديين، اللي بيشتغلوا في المراكز الصحية أو في المستشفيات خاصة في العيادات الخارجية يتصرف كما تصرفت أنا، يصرف الدواء وعلى قلبه بطيخة صيفي؟ اللي فيكم يعتقد أنه لا زالت هذا التوجه يمارس يرفع يده. وحقيقة هذا هو التصرف اللي بيمارس. الحكاية الثانية، وأنا في صدد كتابتي لكتابي الرعاية الصحية نظرة مستقبلية، وهذا الكتاب سيكون موجود في المكتبة اللي بيبيعوا الأوراق والدفاتر يسموه إيش؟ البوكستور، وأيضا موجود عند الأخوان هنا على الإلكترونيكالي ديجيتال، فمن يرغب يقدر يطلب منه وينزل الكتاب. القضية ليست شراء الكتاب، وإنما أتمنى أن ينظر في هذا الكتاب وأن يناقش، وأنا أرحب بأي نقاش في أي وقت لما جاء في هذا الكتاب. وأنا في صدد كتابة هذا الكتاب. أنا قديش الوقت اللي عندي؟ ثلث ساعة. طيب. وأنا في صدد كتابة هذا الكتاب تذكرت الدكتور غازي القصيبي الله يرحمه لما كان وزير الصحة، وكنت أنا أنشر وأكتب، فكان يقول الدكتور زهير يقض مضجعي عندما يذكر إنه الطبيب بيقضي في المتوسط 2 دقيقة مع المريض، يقض مضجعي. فقلت أنا من زمان ما نزلت المراكز الصحية، خليني أنزل وأشوف إيش اللي بيحصل. فكنت في المدينة وجدت أنا ماشي كده مركز صحي كبير يضيء بالأنوار، قلت خليني أخش وأشوف إيش اللي بيصير. فدخلت شلت البترة تحت الياقة وقلت أنا محمد عبد الله. أدوني ورقة تذكرة المراجعة، ذهبت للطبيب في العيادة، وجدت 2 قدامي، أول واحد دخل وخرج بعد دقيقة، ثاني دخل وخرج بعد دقيقة. أنا دخلت سلام عليكم، عليكم السلام، إيش فيه؟ قلت له أنا عندي ألم في جنبي. كم يوم؟ قلت له 3 أيام. قال لي كيف البول؟ قلت له يعني. فامتدت يده لتكتب الدواء، مضاد حيوي ومسكن للألم. ما استغرقت المقابلة دقيقة واحدة على الأكثر. ذهب صرفت الدواء، أدوني 5 كبسولات، رجعت له قلت له هذه كيف أستعملها؟ قال لي 3 أيام حبتين في اليوم. قلت له 2.5 يوم. بعدين قلت له هذا مضاد حيوي؟ قال لي إيوه. قلت له بس أنا لا أعرف أن المضاد الحيوي يا يؤخذ ككل أو لا يؤخذ، هذه القاعدة اللي تعلمناها في كلية الطب في السنة الأولى والثانية، لا يؤخذ المضاد الحيوي إلا كاملا وإلا ما يؤخذ عشان لا يسبب مناعة. قال لي لا مو كله مو كله مو كله. أنا خرجت، بعض الأخوان عاتبوني قالوا لي ما قلت له، قلت لا أنا الغرض أبغى أشوف إيش اللي بيصير. أنا أبغى أسألكم سؤال أطباء أو مراجعين، أنتوا كلكم في الغالب ما رحت ما بتروحوا مراكز صحية، بتروحوا مستشفيات ممكن مستشفيات خاصة، لكن أنا طبعا معانا الأخ مصطفى يمكن يزعل مني شوية، لكن أنا أبغى أسألكم، من
من فيكم يعتقد له علم القضية هذه إنه هذا هو الذي يمارس اليوم في المراكز الصحية؟ ارفع يده. هذا حقيقة، هذا حقيقة. عندك رأي آخر؟ الحمد لله. صارت دقيقتين ثلاثة أربعة، لا على أي حال لست أنا هنا في موضع النقد. أي جدا، يعني أنا لما فتحت عيادة وبعدين قفلتها في الرياض لأسباب خاصة بي، جاني واحد من أقاربي وهو الرجل مطلع وفاهم وذكي، قال لي إن شاء الله يا زهير أشوفك في يوم من الأيام زي الدكتور فلان. دكتور فلان هذا كان يشوف 300 مريض في اليوم خاصة، 300 عنده 3-4 أسرة ويمر على المريض وإلى آخره، لأنه لا زال في أذهان كثير من الناس إن الطبيب الجيد هو اللي يقول لك طلع لسانك ويعرف المرض. بس هذا غير اللي تعلمناه في كلية الطب. على أي حال، هذه الحكايتين اللي أنا أبغى أقولها نتيجتها إنه إن شاء الله بوجود المخلصين الأكفاء مثل مصطفى والدكتور هذا إننا نكون مدعاة للتغيير. إمكاناتنا الموجودة في البلد جيدة، والإرادة السياسية متجهة اتجاه صح، وزارة الصحة الحمد لله لا ينقصها الإيمان بهذه الرسالة. لكن عبر 30 سنة الحقيقة الأخيرة كنا منشغلين كثيرة بزيادة الميزانية وبناء المستشفيات وإلى آخره، الأهداف حقيقة كانت غائبة عننا، الأهداف الحقيقية كانت غائبة عننا، أما الجهد فمبذول. ودحين أقول لكم إيش اللي حصل في خلال 50 سنة الأخيرة. لا شك، لا يمكن إنسان يقول ما سوينا شيء، سوينا الشيء الكثير نعم وعلوا في خير، ولكن نحن في حاجة إلى عادة النظر عشان نحدد في الأول إيش الأهداف. أنا لما تولى الدكتور أسامة شبكشي الوزارة ورحت أسلم عليه وقال لي أرجوك يا دكتور إذا عندك رأي تنصحنا به أبشر مرحبا، وكتبت له بعد ما رجعت صفحة واحد وقلت له دكتور أسامة أنا أخشى أن الأهداف غير واضحة، يريتك تجمع كبار المسؤولين عندك في الوزارة وتمضي يوم ولا يومين بس تطلعوا بجملة واحدة ما هي الأهداف فقط لا أكثر، ثم بعد كده تجمعوا اجتماع آخر في مدراء الشؤون الصحية وتقول لهم ترى هذه الأهداف التي استقرينا عليها، بس قولوا لنا يا رأيكم ما تفرطوا شيء. وبعد نصف يوم من النقاش مع مدراء الشؤون الصحية حول هذه الأهداف تجلس يوم ونص يومين تتحددوا كيف نصل إلى هذه الأهداف. وطبعا انشغل الدكتور أسامة، نعرف قدراته وعرف توجهه بس انشغل، فيبدو أنها ما سارت، فنسأل الله التوفيق. أنا أبدأ المحاضرة حقتي وليست محاضرة أكثر من بداية للنقاش. الحقيقة لا يمكن أحد أن يعني ينكر ما حققناه في خلال السنوات اللي مضت. خلينا نشوف الفرق ما بين 1950 و2010 في خلال سنة 60 سنة. الأطباء في الفترة ديك كانوا حوالي 111 طبيب، كانوا حوالي 11. بس أنا في محاضرة أتصل بك إياد. كانوا لا يزيدوا عن 111، اليوم عندنا 53,000 طبيب. المستشفيات ما كان تزيد عن 10 بحال من الأحوال، الآن عندنا 393. الأسرة ما كانت أكثر من 1000 سرير، الآن عندنا 54,000 سرير نحمد الله. وفي خير، في خير، بس نحتاج إلى إعادة التوجه. خلينا نشوف إحنا فين عالميا من بعض المعايير. أسرة المستشفيات لكل 10,000 سرير تتفاوت ما بين اليابان عندهم 140 سرير لكل 10,000 نسب، إلى دولة من دول أفريقيا عندهم فقط 3 أسرة. المعدل العالمي 27 سرير، إحنا في السعودية عندنا 22. ترى جيدة جدا، جيدة جدا جدا، لا نريد أكثر، بس نريد أن نستفيد من هذه الأسرة والمراكز الصحية بشكل أفضل. القضية ليست قضية بناء مزيد من الأسرة صدقوني. خلينا نجي لبعض المعايير الصحية في 4 دول مختارة. خلينا نركز هذه 4 دول: السعودية، ماليزيا، فنلندا، أمريكا. أنا أبغى أركز فقط على الفرق ما بين السعودية وماليزيا.
وبعدين لمن يريد أن يعني يحلل أكثر يستطيع. ونحدد هذه الفروق في معدل الوفيات، لأن هذه يجب أن تكون الأهداف. الأهداف يجب أن ترسم وتوضع، ليس فقط ليس على عدد الأسرة وعدد الأطباء وعدد المستشفيات وعدد المراكز الصحية، دي كلها وسائل وليست أهداف. الأهداف يجب أن تبنى على الإحصاء الحيوي، مثل معدل الوفيات أطفال الرضع لكل 1000 نسمة. هذه أحد المعايير اللي يجب أن نقيس بها الصحة أكثر مما نقيسها على أسس عدد الأسرة وعدد المستشفيات. ماذا حصل؟ شوف الفرق ما بين السعودية وماليزيا. في السعودية في عندنا 1.6 معدل الأطباء لكل 1000 نسمة، وماليزيا عندهم فقط أقل من 1. معدل الأسرة إحنا عندنا 2.2، يعني 22 في 10,000. ماليزيا عندهم 1.8. والإنفاق على الصحة إحنا أكثر من ماليزيا، 768 هم $604 في السنة. لكن نأتي إلى هذا المعيار الهام جدا، نجد إننا إحنا 12 في 1000 وفيات الأطفال الرضع. ترى الإحصاء عندنا غير دقيق يا جماعة، يعني أنا لما أقول 12 في 1000 في الغالب أكثر شوية، لكن ليس عندنا إحصاء دقيق، لأن هذا مبني على أسس غير سليمة الحقيقة، ونعرف هذا مبني على الإحصاء اللي بيصير في المستشفيات وليس الإحصاء اللي بيصير في المجتمع. لكن خلينا نأخذها بهذا الأسلوب. نجد ماليزيا عندهم 3 في 1000، اللي هو واحد من أفضل المعدلات في العالم، لا يفضل إلا فنلندا واسكتلندا والسويد واليابان، دول كلهم 2 في 1000. ماليزيا 3 في 1000 فقط، إحنا 12 في 1000 من الوفيات. هذا الفرق يعني يخلينا نعيد النظر. إمكانيات أفضل من ماليزيا، سواء بالنسبة لعدد الأطباء أو عدد الأسرة أو ما يصرف، ومع هذا ماليزيا أفضل مننا ب4 مرات في وفيات الأطفال الرضع. هذا فقط لا بد ينبهنا إلى أن إحنا يجب أن نعيد النظر في الرعاية الصحية. وهذا المصدر صيات منظمة الصحة العالمية. مختصر الحديث اللي سأتكلم عنه، اللي أرجو أن يكون محور نقاشنا، وباختصار لو أن إمكاناتنا المالية والبشرية والسبيل منها بشكل أفضل لكنا في المقدمة. خلينا نتحدث عن المشاكل والمعوقات. أنا باختصرها في 4 ربما غيرها: الإدارية، القوى البشرية، المستشفيات والمراكز الصحية، تعزيز الصحة. وعندنا الحمد لله في ناس زي الأخ خالد والهذا مختصين في القوى البشرية، عندنا ممثل من وزارة الصحة، علنا إن شاء الله نستطيع في هذه الجلسة أن نتحاور. نأتي للمعوقات الإدارية، أبغى ألخصها، وأنا لا أستطرد ترى في شرحي لأترك فرصة كافية على ما أرجو للحوار. غياب التخطيط الهادف، مركزية القرار، غياب المتابعة والمحاسبة الهادفة. في متابعة ومحاسبة، لكن أنا أبغى أقول يا ريت يعاد النظر في المتابعة والمحاسبة. لما أقول غياب التخطيط الهادف، كانت تجينا وإحنا في الصورة النتائج التقارير السنوية حقت وزارة الصحة، وكان الملاحظ عليها إنه كل المخططات التي تأتينا غير قابلة للقياس. نبغى نبني كذا مستشفى، نبغى نبني كذا مركز صحي. أنا على عيني وراسي لا أنكر أهمية هذا الإحصاء، لكن أبغى أذكر هذا الإحصاء هو إحصاء للوسائل وليست الأهداف. ما قد شفنا في يوم من الأيام، ترى هذا مو بس عندنا يا جماعة، عشان لا أكون هذا له موجود الشيء اللي أنا بقوله غائب في عندنا وفي مصر وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي كل البلاد. هذا الإحصاء كله بيقول إحنا عندنا كذا مستشفى نبغى نزودها، وكذا سرير نبغى نزوده، وكذا طبيب. وهذه كلها أشياء الحقيقة يجب أن لا يركن إليها في التخطيط الهادف. التخطيط الهادف يجب أن يبنى على الإحصاء الحيوي، اللي هو معدلات الأطفال الرضع، الوفيات، معدلات الأمهات اللي موتوا من أثناء الولادة إلى آخره، أشياء كثيرة جدا يعرفوها المختصون.
مركزية القرار. مرة ثانية لما كنت في مجلس الشورى كنا بنبحث عن إعادة النظام وزارة الصحة، وكنا بنناقشه في اللجنة الصحية، أنا كنت عضو منها، وظلينا سنة نناقش النظام أو أقل من السنة، ورجعنا مرة ثانية للمجلس ولم يقروا المجلس، وعدنا أنا والله كنت أقول لزملاتي بس أنا فرد في المجموعة، والله يا أخوان لو فقط بند واحد فقط أتغير في النظام لا لعملنا الشيء الكثير. ما هو البند تعتقده؟ فقط واحد، ها؟ الرواتب تابع، ها؟ التمكين، المتابعة، التمكين، كلها مهمة، كلها مهمة، لكن يأتي حاجة واحدة، لا مركزية القرار، لا مركزية القرار. متى نوصل إلى اليوم اللي الأخ مصطفى وأمثاله في مديرية الشؤون الصحية يأخذوا قرارهم في كل شيء ما يرجعوا للوزارة، لا يضيعوا وقت، يعطوا الصلاحيات ويحاسبوا عليها، يعطوا الصلاحيات ويحاسبوا عليها حساب عسير. إذا الواحد فيهم أحسن كافأناه، وإذا أساء نسأله يا أخي أنت ليش أسأت؟ هذا ما يجب أن يكون. أما المعاملات، أنا أبغى أسأل الأخ مصطفى، كم في المية من جهدكم بيروح في المعاملات ما بينك وما بين الوزارة، وما بينك وما بين المستشفيات، وما بينك وما بين المراكز الصحية؟ والله جهد كبير جدا. المستشفى يجب أن يكون عنده صلاحيات ويسأل عنها، والمركز الصحي البعيد اللي في أقصى أماكن المملكة يجب أن يكون عنده صلاحيات ويسأل ويحاسب عليها، والشؤون الصحية يجب أن يكون عندها قراراتها. يذكرني هذا الكلام وأنا في الوزارة كنت أشتغل من زمان، كان مدير الطب العلاج الدكتور مصطفى طيبة الله يديله الصحة والعافية، كان يقول لي كنا نيجي بالليل لأنه كان في بدل تفرغ، يعني نيجي بالليل نشتغل في الوزارة، فبيقول لي يا زهير أنا مهمتي لما أجي بالليل زحلقة الأوراق والمعاملات. أقول له كيف يا دكتور زهير؟ ليجي ألاقي معاملات قدي كده ولازم أخلصها، لأن إذا ما خلصتها تستنى البكرة، فأشوف المعاملة عندنا مشكلة مع هذا وما رأيكم أفيدونا؟ تمشي السور مهدوم مش عارف فين يبغس، ما رأيكم أفيدونا؟ الدكتور عنده مشكلة مع الممرضة، ما رأيكم أفيدونا؟ طيب يا دكتور مسكت عبال ما تروح وبعدين ترجع يكون المشكلة انتهت، يا الدكتور خلص عقده، يا الممرضة مشيت، يا طيب وهذه ليش ما مدير الشؤون الصحية ولا حتى المستشفى ولا يكون عنده صلاحياته، ليش يرسل لك؟ فالسؤال السؤال لا زال قائم والمشكلة لا زالت قائمة. أنا أتذكر كنت في زيارة زمان لأبها، يوم ما كانت أبها قرية صغيرة جدا جدا جدا، وكان مدير الشؤون الصحية الله يرحمه الدكتور عبد اللطيف كردي، وكان زعلان يوم ما زرته، ليش يا دكتور عبد اللطيف؟ قال لي يا أخي أنا رحت إلى مستوصف صغير، لا رحت لمنطقة ما فيها مستوصف، فيها ملاريا وفيها مصائب، فقلت يا جماعة أبنوا مستوصف عبال ما وزارة الصحة توافق، و4000 ريال أنا أديكم، هي أبنوا 4000 ريال بس بناء لبن وإلى آخر، نحط لكم ممرض. وسويت أو جاني خطاب عتب شديد جدا من الوزارة، أنت كيف سويت؟ هذه الصورة ترى موجودة بشكل أو بآخر، قد لا تكون نفسها ولكنها موجودة. فأنا أبغى أقول إنه إذا ما كانت هناك مركزية، لا مركزية، لن يعني جهودنا كلها ستظل كثير منها، بلاش أقول كلها، ضائعة في المراسلات والمعاملات وغياب المتابعة والمحاسبة الهادفة. أنا المركز الصحي هذا اللي زرته في المدينة وحكيتكم حكايته، يجي مشرف ما بين وقت آخر، شو يسوي؟ إيش الدواء اللي انصرف؟ إيش الريكوردز فيها أسماء وفيها مليئة بصرف النظر عن فحواها إيش، لكن ما فيش
محاسبة. أنت يا طبيب إيش سويت لرفع المستوى الصحي في المجتمع؟ هذا اللي أنا أعنيه بالمحاسبة الهادفة، ولن تكون إلا إذا كانت هناك أهداف واضحة محددة. إذن نأتي للقوة البشرية، التخطيط السليم، التعليم الطبي، التعليم المستمر، الحرم المقلوب. التخطيط السليم، أنا بختصر الحقيقة، دائما عندنا خلط ما بين الأهداف والوسائل، نجد هذا في الخطة 50، تفتح الصفحات الخاصة بالصحة أو بالتعليم أو بتجد إننا إحنا نبغى نبني كذا مدرسة وكذا مستشفى وكذا مستوصف وكذا معلم وكذا طبيب، هذه كلها وسائل وليست أهداف، في الغالب ليست قابلة للقياس. من باب إن شاء الله سنكون أفضل دولة، ترى هذا ما هو ما ينطبق علينا فقط يا جماعة، ترى أذكركم أنا بتحدث عن العالم العربي وليس عن السعودية لوحدها، الإحصائيات غير دقيقة. عدم ارتباط خطط التنمية بالميزانية، دائما لما تجينا تقارير الصحة أو التعليم أو غيرها يشتكوا من أنه خلصت الفلوس، ما عندنا فلوس، ما فيش، لأنه الخطط التي بنوها والبرامج التي بنوها لم تكن مرتبطة ارتباط وثيق بالميزانية. في بلد زي كوريا لما وزارة من الوزارات تقدم برنامج معين تأخذ ميزانية هذا البرنامج وتحاسب عليه، هذا البرنامج نفذ ولا ما نفذ، إذا لم ينفذ لما نفذته. التعليم الطبي وهذا ذو شجون كبيرة جدا. سؤال، بأي لغة نتعلم يا جماعة؟ بأي لغة نتعلم؟ هذه الدول تدرس الطب بلغاتها، اقرأوها، يا تبقوا من اليمين اليسار زي العربي ولا من فوق لتحت زي ليش يا ربي والله ما أعرف، زي الياباني، روسيا، فرنسا، بولندا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، اليابان، السويد، رومانيا، إسرائيل. إسرائيل تعلم بأي لغة يا أخوان؟ بالعبرية. لكن لا تجد طبيب إسرائيلي لا يجيد لغة أجنبية، مستحيل، يعني عشان يتواصل مع العالم، عشان لا أحد يقول لي والله لكن نبغى نتواصل مع الدنيا. يا أخي لازم تتواصل ولازم تعرف لغات، مو لغة واحدة. لكن يجب أن نفرق ما بين أمرين، أن نتعلم لغة أجنبية وهذا واجب، وأن نتعلم بلغة أجنبية وهذا أكبر خطأ نمارسه. في قصة ثالثة أقولها يا دكتور، ما أقولها أنت قولها. حتى الآن تخرج 80 من برنامج زمالة الأسرة، زمالة طب الأسرة والمجتمع، كلهم أطباء أخذوا درجة الزمالة الدكتوراه، منهم الدكتور مهدي. فكنت دائما أثير في يا جماعة اللي بيبحثوا كان عليهم بحث يستغل منهم 8 أو 9 شهور. يا جماعة اللي بيسووا البحث عرب، واللي بيجرى عليهم البحث في المجتمع عرب، واللي بيمتحنوا في الغالب العام عرب، واللي بيستفيدوا من نتائج هذا البحث اللي بيجرى وبتبذل فيه 8 إلى 9 شهور، ترى أغلبهم كانوا يصرفوا على البحث من نفسهم، هذا يرجع للأخ حسين، كانوا يصرفوا على البحث بنفسهم لأنه يطلبوا للجهات المسؤولة ما فيش فلوس. يا جماعة بأي تعقل أو مد اللي حيستفيدوا من البحث هذا يجب أن هي وزارة الصحة عشان تشوف البحث ده اللي وجه على المجتمع إيش الخلل وتصححه. بأي منطق نسوي البحث باللغة الإنجليزية؟ فاقتنع مجلس الكلية، مجلس القسم، كتبنا إلى مجلس الجامعة، الكلية وافقت، ما يقدروا يعترضوا لأنه أساسا في النظام لغة التعليم هي اللغة العربية اللي إذا تعذر، وهنا ما في شيء متعذر. وافق مجلس الجامعة حياء وخجلا، ما يقدروا يقولوا لا، في ناس مؤمنين انه ده ما يمكن ابدا، لغة العلم هي اللغة الانجليزية، لكنهم وافقوا. وجينا للتنفيذ، وجدت البعض يبغى يبدأ ويبادر، لكن جو بعض اخواننا في القسم قالوا اصحاب
المراجع لغة إنجليزية. فجاء واحد منهم جاء قال لي والله أنا أخشى إنه يجيبونا الدكتور ديفيد مورلي، توفى الله يرحمه، بس لا يعتبوا علي الإخوان المشايخ، أرجوكم لا تعتبوا علي، رحمة الله واسعة ترى وسعت كل شيء. كان رجل فاضل، فقال لي أنا أخشى يجيبوا لي الدكتور مورلي دكتور أجنبي. قلت له ما يهمك، إذا أنت حريص تكتب بحثك باللغة العربية، كلمت مورلي بالتلفون أيامية كان يكلف. ديفيد عندك مانع؟ أنه أبدا، يسعدني بس يكون في ملخص وافي باللغة الإنجليزية. الرجل فرح لما يلاقي واحد عربي يكتب بحثه باللغة العربية. قلت لفلان من الناس، لكنه ما استطاع خشي لأن زملاتنا، جاء مهدي أصر على موقفه وسوى الوحيد، أول واحد يكتب الرسالة حقته باللغة العربية. جبنا له الله يرحم الدكتور الشبراوي، مصري وفذ، رجل فذ، جاء امتحن. قال بعد الامتحان لم أكن أتوقع أني أنا في يوم من الأيام أمتحن رسالة زمالة باللغة العربية، وهذا أنا أفعل، وهذا أنا أجيزها بدرجة الامتياز. في عقل، في منطق. فكده ولا لا يا دكتور؟ العفو العفو. سوينا دراسة عندنا في جامعة الملك فيصل، وشفنا مجموعة من الطلبة يقرأوا باللغة العربية ونفس المجموعة يقرأوا باللغة الإنجليزية في سنة رابعة في نهاية السنة. وجدنا الذين يقرأوا باللغة العربية سرعتهم في القراءة 109 كلمة في الدقيقة، باللغة الإنجليزية 75، وأيضا الاستيعاب أقل باللغة الإنجليزية لما بحثنا الاستيعاب. وأسأل سؤال، لما دائما تثار قضية الترمينولوجي، كم في المية من كتب الطب بأجمعها هي عبارة عن terms علمية بما في ذلك كلمة بكتيريا وفيروس؟ كم في المية إذا استثنينا التكرار، لأن لا يعني التكرار في شيء. دوني أراء، اللي يعرف بلاش يقول، اللي ما يعرف بس يقول لنا كم في المية. تعرف أنت؟ قلت لك لا، إذا قلت لك لا أقول. مصطفى كم في المية؟ يعني 30 أكثر أقل؟ أكثر، فوق 50%. 50% من يزاود؟ لا أقل. كم؟ 35؟ لا تير. أقول لي قد إيه؟ يعني 10%. ما بين 10 و 50. بحثناها فحصناها. ولما قلت الإجابة لطالبة واستغربت قلت لها روحي عد الكلمات بس أستثني التكرار، ورجعت قالت والله أنت صادق. وهذه ترى الكريتيكال مايند بتاع أي باحث، لا يأخذ قضية مسلمة. أنا أبغى كل واحد أقول له الرقم الآن يقول لي طيب جزاك الله خير، بس أنا أبغى أروح أبحث. لا تزيد عن 3%، 3.5% فقط في أي كتاب. سيرجري، جينيكولوجي أند أوبستريك، بيدياتريكس، ما تزيد عن 3.5%. ومن لا يصدقني يذهب ويبحث، مع استثناء التكرار. ليش نقيد نفسنا؟ 97% من كلمات كتب الطب هي الكلمات العادية اللي كلنا نعرفها. طيب مين فيكم يعتقد انه طالب الطب يوم ما تخرج، طبعا في شذوذ عن القاعدة، كم في المية من طلاب الطب عندما يتخرجون يستطيعوا ان يقرأوا مجلة زي التايم او نيوزويك براحة؟ يرفع يده اللي يعتقد انهم يستطيعوا يقرأوا. ترى لا يستطيعوا يقرأوا، لغتهم الإنجليزية لا تساعدهم. والتعليم اليوم يعتمد على الحوار، لا يعتمد على المحاضرات. براحة. براحة. يستطيعوا يقرأوا. لا يعني أفتح أي شيء تقدر، لكن براحة. مو بعد نص صفحة تقول هذا إيش الكلام اللي 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 ماني قادر أمشي فيه. طيب أبغى أسألكم سؤال، طالب الطب في أكثر البلاد العربية أداته في تعلم الطب لغة إنجليزية لا يجيدها. من يوافقنا على ذلك يرفع يده. أداته هو لغة إنجليزية لا يجيدها، يمكن أغلبكم ما يعرف. أنا بتكلم مع الأطباء، الأطباء يرفعوا يدهم إذا يوافقوني. إيش تقصد بلا يجيد؟ ما يقرأ من الملخصات، لأنه لا يجرؤ، وقته ما يسمح له، سرعته في القراءة
ما تسمح له في أن أقرأ من مراجع. ترى أنا بقول المتوسط كلنا قرأنا من بعض المراجع، لكنه أنا أبغى أقول لكم هي معلومة اللي ما تعرفوها. إذا كان ما توافقوني، أغلب الأطباء، أغلب طلبة الطب في بلادنا يقرأوا من الملخصات. نعم نعم، مرحبا. برا يقرأ من مو لأنه أذكى، عندي لغة الأم. كويس، أنا طرحت هذا السؤال على مجموعة من أساتذة كلية الطب وقلت لهم من يوافقني يرفع يده، كلهم رفعوا يدهم. ومن ثم يلجأ إلى الملخصات ويتحاشى الحوار، حتى إذا جات الفرصة الحوار ما يستطيع. أنا رحت سوريا وجلست في فصل، لقيت الشباب يتكلموا يعبروا عن نفسهم، عندهم مشكلة. لم يضطروا إلى تعلم لغة أجنبية، لم يضطروا، لكن لو قيل لهم ما تتخرج من كلية الطب إلا إذا اجتزت امتحان عالي في اللغة الإنجليزية، ما يمكن أحد يهمل اللغة الإنجليزية، كان يدرسها، يروح يضرب رأسه في الجدر عشان يدرسها. برضو طرحت هذا السؤال، كانت الإجابة كلهم نعم، إنه يرجع إلى الملخصات ويتفادى الحوار. 3% تقريبا فقط من المفردات في المراجع الطبية إذا استثنينا التكرار هي كلمات علمية. عشان كده أنا بحطيتها باللغة بالحمراء عشان لا أحد يقول لي لكن بس يا دكتور لازم يروح للإنترنت. نعم لازم يتعلم لغة أجنبية، لكنه يفرق ما بين يتعلم بلغة أجنبية وأن يتعلم. على طالب الطب أن يجتاز امتحانا عاليا في اللغة الإنجليزية قبل منتصف المرحلة الدراسية، وإلا لا يسمح له بالاستمرار. أنا هذا وجهة نظر. الآن التعليم الطبي يعتمد على الحوار. إحنا بدأنا، ترى لا ننكر عندنا كليات الطب بتتطور لا شك، غير الأيام اللي أنا درست فيها وغير الأيام دي، لكن إحنا محتاجين أكثر وأكثر. الطب وأي علم من العلوم يعتمد الآن على الحوار، والآن القضية واضحة. أي معلومة يستطيع الدارس أن يحصل عليها بنفسه من العبث إن واحد الدلوهية من العبث. ليش أديك معلومة أنت تقدر تروح تبحث عنها؟ روح ودور وأقرأ وتعالى ناقشني وحاورني. بهذا الشكل المعلومة تثبت ونكون الكريتيكال مايند، العقل النقاد. وطبعا التعليم الآن أصبح إلى حد بعيد جدا يعتمد على الإنترنت. إحنا عندنا كم؟ 18 كلية طب. ليش ما أستاذ متميز يجي هنا في هذه الصالة ومعاه مجموعة من طلبته وبالإنترنت تتحاور مع الطلاب اللي في 18 كلية طب؟ ومو بس كده، الآن التقنية تسمح إنه كل واحد جالس في فصل دراسي في 18 كلية يستطيع أن يشوف الأستاذ بقدامه بالأبعاد الثلاثية يكاد يصافحه. هذا 3D الآن، هذه قريب. أنا رحت بريطانيا ودخلت إلى غرفة صغيرة وإذا بي قدامي الجسم البشري والكيمياء وكلها قدامي بالثلاث أبعاد، أكاد إننا أمسكها. بمعنى أن الإمكانات دي كلها أصبحت موجودة وليس فيها مشكلة. الوقت خلاص قدامي 10 دقائق ولا 5 دقائق. طيب 5 دقائق، إذن على طول أنا أخلص. ندوة تعريب الطب كلهم من 1990 عميل 36 عميل وأستاذ قالوا تعريب الطب باللغة العربية، لسان الذين يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، الهرم المقلوب بسرعة، الفنيون الصحيون. المعدل العالمي 10 فنيين صحيين لكل طبيب. في السعودية عندنا 2.8 فني صحي لكل طبيب. نسبة السعوديين الأطباء 22% سعوديين، من الفنيين السعوديين 35% سعوديين، ونسبتهم في القطاع الأهلي 3%. والأخ مصطفى الآن أصدر قرار بقفل المراكز المعاهد الصحية الأهلية كلها، والله أنت اللي أصدرت القرار يا أخ مصطفى، والله المستعان. إحنا إيش حيصير لنا في خلال 5 سنوات ولا 10 سنوات من الآن؟ حنقول أخطأنا الطريق وأخطأنا
نعم المستشفيات ما عاد صارت المستشفيات الآن الدور القديم إن تجيني ونومك وأديك دواء، وإنما أصبح في حاجة اسمها Hospitals Without Walls، المستشفى يخرج بكل إمكاناته للمجتمع لتطوير المجتمع. نحن في أشد الحاجة وماسة إلى تنمية القطاع الأهلي، إلى التأمين الصحي، إلى التوازن بين مستويات الصحة، إلى عدالة التوزيع، إلى حسن الإدارة، إلى الرعاية المنزلية، مراكز الرعاية الصحية الأولية. قلت لكم من قصتي مع المركز الصحي، منظمة الصحة توصي بأن الرعاية الصحية الأولية هي حجر الأساس في الرعاية الصحية. ولما كنت أقول لطلابي في الدراسات العليا ونجلس ساعة نناقش أيهما أصعب، إنشاء مستشفى أو مركز صحي شمولي، ينتهي النقاش بإيش؟ إنشاء مركز صحي شمولي قادر على مساعدة الناس على التغيير، مو تغيير الناس، مساعدة الناس على التغيير أصعب بكثير من إنشاء مستشفى 300 سرير. قصة طويلة عريضة ما أبغى أخوض فيها، بس إيران بدأت قبل 30 سنة بمشروع رائع للرعاية الصحية الأولية، وبدأته في منطقة اسمها الرضائية وست أذربيجان. أتمنى كل مسؤول في الصحة أن يذهب إلى هذا المركز ويشوف، زي ما أنا شفت جلست 3 أيام لا أطيل عشان الوقت. كل هذه الأشياء موية اللي تسبب في أنها تجي من النبع، بدل ما الناس يشرب موية ملوثة هو المراقب الصحي اللي عنده الجامعة، لا الثانوية العامة، لا الكفاءة، لا الابتدائية، وتدرب 3 سنوات وأصبح يعرف دوره في خدمة المجتمع. لازم نعيد النظر في كثير. تعزيز الصحة، الصحة مسؤولية الفرد والمجتمع، الصحة يجب أن تكون على أجندة كل مسؤول في الدولة. هذا المركز الوطني لتعزيز الصحة، من فيكم يرغب أن يحدثني عنه يسعدني أن أتحدث في وقت آخر. ممكن يبنى في جدة، في مكة، مركز وطني لتعزيز الصحة يسهم في تغيير المجتمع. أنا أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم وشكرا. ألف شكر لسعادة الأستاذ الدكتور زهير السباعي على كلمته وعلى معلوماته وعلى حديثه الشيق وتجربته الكبيرة في مجال الصحة العامة والرعاية الصحية والقطاع الخاص. الآن ننتقل إلى متحدثنا الثاني، إلى زميلنا في القطاع الصحي الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، وهو يتكلم عن مدى الحاجة للتكامل بين مقدمي الخدمات الصحية في النظام الصحي السعودي. الدكتور مصطفى بلجون من أبناء مكة المبررة، خريج الطب طبعا واستشاري في طب الأسرة والمجتمع، تخرج من جامعة الملك عبد العزيز في عام 1995 ميلادي، وحصل على الماجستير والدكتوراه من السويد، يعني سويدش ايش باك جراوند، شايف؟ وطبعا من مركز نوبل للأبحاث الطبية، وهو مركز معروف ومرموق في هذا المجال. للدكتور مصطفى الكثير من المساهمات والأبحاث والخبرات الإدارية الكبيرة في الفترة البسيطة التي قضاها في الشؤون الصحية أو في المنطقة، مما تركت أثر إيجابي كثير على الرعاية الصحية في محافظة مكة بالتحديد. فليتفضل سعادة الدكتور مصطفى بالحديث. كما أود أن أشير هنا إلى أن هناك كتاب للدكتور زهير السباعي اللي هو الرعاية الصحية نظرة مستقبلية، موجود هنا في الكلية، موجود لدينا في الكلية لمن يرغب في الاطلاع عليه، وكذلك دكتور موجود في المكتبة. أنا لا والله المكتبة بعدين نتحدث، بس هو موجود على الإلكترونيكالي لمن يرغب أن يأخذ منه. أنا أقول هنا بالنسبة للزملاء هنا وبالنسبة للشطر السيدات لمن يرغب من طلاب الدراسات العليا الاطلاع عليه، لأنه كتاب أنا اطلعت عليه ذو فائدة كبيرة للي يرغبوا في يعني الاطلاع عليه بمجال الدراسات العليا والبكالوريوس. أوكي، أرجع للدكتور مصطفى، فليتفضل الدكتور مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر الدعوة الموجهة للشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة، كما أشكر الفرصة
جميله اللي سنحت فيه ان احنا نقعد مع الدكتور زهير. الدكتور زهير استاذنا الفاضل وعضو مميز في الخدمات الصحيه في المملكه العربيه السعوديه. لن نطيل عليكم، لربما ناجل او اذا حبيتم من الان اذا كان في اي اسئله او في الاخير. طيب حاضر، ما في مشكله. لست هنا موكل لادافع عن وزاره الصحه، ولكن دعوني ارجع بحقيبه الى الشؤون الصحيه في منطقه مكه المكرمه بارائكم، اذا كان في اي ملاحظات، اذا كان في اي توجيهات ممكن نستفيد منها. سوف اعلق على بعض النقاط اللي قالها الدكتور زهير، كتبت مجموعه من النقاط، ولكن سريعا نبدا البحث. الشؤون الصحيه او وزاره الصحه ليست هي الجهه الوحيده اللي ممكن ليها تقديم الخدمات الصحيه في المملكه العربيه السعوديه. كما نعلم هناك مستشفيات تابعه للحرس الوطني، هناك مستشفيات تابعه لوزاره الدفاع، الامن العام، وزاره التعليم العالي الان لديها مستشفيات ومستشفيات اكاديميه مناط اليها دور ودور كبير في تقديم الخدمات الصحيه في على طبقه او على شريحه كبيره من المجتمع. لا نخبل طبعا المستشفيات الاهليه او القطاع الخاص هي شريك وشريك كبير في تقديم الخدمات الصحيه وخاصه في المدن الكبرى. يعني اذا حبينا نوجه ان صح التعبير ليس اللوم ولكن اقتراحات وملاحظات، لا ننسى الشريك التجاري اللي هو موجود معنا، جميعها تشترك في تقديم خدمات صحيه. طبعا عندما اقول خدمات صحيه للمواطن اعنى بمرحله معينه او جزئيه معينه. احنا نسال الله لنا ولكم ان شاء الله تعالى التوفيق ونبتعد عن الكوارث، وهذا مجال اخر حنتكلم عليه لاحقا، ولكن لمرحله معينه. يعني حتى في الكوارث لربما هنا ما حطيت وزاره الداخليه، الدفاع المدني، بعض الادارات او بعض الجهات اللي ايضا يشار اليها بالبنان في تقديم بعض الخدمات الصحيه. دعوني استطرد سريعا المستشفيات. طبعا انا لاحظت في السلايتات اللي قدمها الدكتور من السلايت يمكن الاولى عدد الاطباء وعدد الأسرة، سبحان الله ما كان في تنسيق مسبق بيني وبين الدكتور زهير، ولكن كلنا حنبرز الخدمات الصحية والمؤشرات الصحية اللي توصلت إليها وزارة الصحة في الآونة الأخيرة في خلال أتليست العشر سنوات السابقة. هذه المستشفيات على عجالة اللي هي موجودة عندنا في العاصمة المقدسة بالطاقة الاستيعابية، وإذا حبينا نركز على بعض المعايير العالمية ممكن نطرحها. عدد الأسرة يتجاوز عندي 2000 سرير في مكة المكرمة، محافظة جدة أيضا هناك 12 مستشفى، عدد الأسرة يتجاوز 2381 سرير. طبعا العينات المركزة والمشاكل اللي بنشوفها في الإعلام الآن نوعا ما لها جزئية من الصحة، ولكن هناك خطط لافتتاح عدد من المستشفيات. الطائف نفس المنهاجية موجودة عندي على حسب الطاقة الاستيعابية موجودة 1800 سرير، وأخيرا في القنفذة الآن هناك مستشفى جديد تم افتتاحه مؤخرا في شهر شوال السابق. ما أريد أن أقوله هنا أنه أنا عندنا الآن عدد من المستشفيات اللي موجودة في القطاع الحكومي تمثل أكثر من 7600 سرير. نظرة بسيطة للوضع اللي كانت عليه الشؤون الصحية وكانت عليه وزارة الصحة، تم القفز بأكثر من 2400 سرير من عام 1998 عفوا إلى عام 2010 أو 2011. هذه نحن نعتبرها مؤشر ومؤشر جيد. طبعا تطلعات المواطن تفرق ما بين 1990 واللي هو 2000 و 2010 و 2020. تم دعم جميع المستشفيات بالكوادر الطبية المؤهلة. طبعا لدينا معايير بالاستطلاع إلى WHO، لدينا معايير ومعايير عالمية، هناك عدد نسبة كم طبيب لكل كم سرير، كم فني لكل كم سرير. ولو سمح لي الدكتور بس كان في واحدة من السلايتات إنه كم فني لكل كم طبيب، أنا أعتقد إن إحنا نرجع المؤشر كم فني لكل كم سرير بدل ما نبني كم فني لكل كم طبيب، لأن أنا لو عندي نقص في الأطباء فمعناته ما حيكون عندي مشكلة في الفنيين، لكن لما يكون عندي مشكلة في أعداد الأسرة وهذه على حسب المعايير الاسترشادية أكيد حيكون عندي مشكلة في الفنية. المعايير الآن تحسنت بنسبة 94%، بمعنى أنه لو كان عندي طبيب لكل 3200 سرير الآن عندي طبيب لكل 1200 أو 1300 سرير. إن شاء الله تعالى حيكون في مشاريع كبيرة تفتح
عندنا 14 مستشفى يتم فتحها على عجالة. بالنسبة لجدة يمكن كنت واحد فيكم كان حاضر المؤتمر الأخير مع معالي وزير الصحة والإعلام، لدينا أكثر من مستشفين حيفتحوا إن شاء الله في جدة، واحد جنبكم هنا شرق جدة وشمال جدة، هذولي اثنين بطاقة استيعابية 300 سرير و 500 سرير، حتسبب نقلة نوعية في الخدمات الصحية بالنسبة لجدة. برج الملك فهد الآن في إضافة إلى 250 سرير، اللي زار فيكم مستشفى الملك فهد مؤخرا الآن في مبنى، وطبعا خاصة لبعض الخدمات الصحية المركزة على العناية المركزة والكلى. هذه الخدمات الصحية اللي هي موجودة عندنا في جدة. مكة ليست ببعيدة، لدينا الآن افتتاح لمستشفى نساء ولادة جديد، لدينا توسعة لاثنين من أكبر المستشفيات، مستشفى الملك فيصل ومستشفى الملك عبد العزيز. المدينة الطبية طبعا للأخوة الملمين بالخدمات الصحية في المنطقة، الآن المدينة الطبية تتسع لأكثر من 1500 سرير، مدينة الملك عبد الله الطبية، وتقوم بالمساعدة في تقديم الخدمات الصحية. كلها تشترك في مصب واحد في تقديم خدمات صحية للمواطن والمقيم، للحد من انتشار الأمراض أو للحد من التغلب على بعض المشاكل اللي جات وافدتنا في خلال العشر سنوات الأخيرة. الشريك الثاني اللي هو موجود، وطبعا هو لو كان يتبع لنا، المستشفيات الأهلية أو القطاعات الأهلية، لدينا أكثر من 3152 سرير، معظمها طبعا تتركز في شريحة معينة أو في نطاق معين في محافظة جدة، أكثر يمكن من حوالي 60% ب 2400 سرير في جدة، ولكن أيضا لدينا 400 أو 500 سرير في العاصمة المقدسة أو 200 في الطائف، وجست 50 سرير موجود في محافظة القنفذة. هذه على عجالة الطاقات الاستيعابية اللي موجودة لنا أو الخدمات الصحية اللي مقدمة للمواطن والمقيم في مختلف المراحل اللي هي موجودة في السنة. بقي لي فقط أن أذكر أنه هناك أيضا مواسم، طبعا إحنا بنقول حج عمرة، الآن عندنا الحج أصبح شهر والعمرة أصبحت 11 شهر، فإحنا في سيزون لا إله إلا الله على طول يعني موجودة، ليست إشادة، ولكن هناك أيضا مستشفيات تفتح موسمية في المشاعر المقدسة، سبع مستشفيات بطاقة استيعابية تربو على 1080 سرير، جميعها تصب كما ذكرت في خدمة الحاج والمواطن. قبل ذلك كنا نتناقش قبل الاجتماع في الخدمات الصحية المقدمة في المراكز الصحية، دعوني يعني أنا أحب طبعا لغة الحكاوي ولكن لأستطرد سريعا، كان في هناك استطلاع لرأي بسيط على مستوى قياديين، كم عدد الأخوة القياديين اللي بيراجعوا مراكز صحية؟ ولربما تسنح لي الفرصة أن أنا أسألكم مرة أخرى، كم واحد فيكم بيراجع المراكز الصحية؟ يعني في مركز، لا أتكلم على حكومي، واحد فقط، ما في أدوية. طيب يعني كنت أتوقع أنك أنت تقول لي فقط أن أنا أراجع عشان خاطر التطعيمات. طيب هو فعلا يعني النظرة الآن أو تركيز الخطط الشاملة أو الخطط الصحية في وزارة الصحة على البرايمري هيلث كير، طبعا هذه يعني نقطة وتسجل لمعالي وزير الصحة رحمه الله تعالى الدكتور القصيبي، في أنه هو من أول من أنشأ خطط الدفاع الأولى والثانية والثالثة، كان الفيرست لاين اوف ديفنس اللي هو البرايمري هيلث كير، وبعد كده تأتي المستشفيات الحكومية، ومن ثم تأتي بعد المستشفيات التخصصية، والآن في الآونة الأخيرة لدينا خطة رابعة أو لاين رابع اللي هو المدن الطبية. المراكز الصحية أصبحت يعني الآن يشار إليها بالبنان في النقص في الخدمات الصحية أو في المؤشرات الصحية. نظرة سريعة، طبعا الطبيعة الجغرافية للمملكة العربية السعودية يعني تستدعي انه احنا ما تكون عندنا كل الادوية او كل القوى العاملة في المراكز الصحية موحدة. يعني انا اعطيك الان في مشكلة من اسبوعين في قرية في الطائف اسمها قرية الروضة بالهضب، يجروا ورانا يقولوا نبقى مركز صحي، يعني سبحان الله لا سابوا جوال ولا سابوا مكتب ولا سابوا بيت، ولا فجأة دخلت البيت لقيت اثنين واقفين، قالوا انت الدكتور؟ قلت نعم. قالوا بتسوي مركز صحي ولا نقتلك؟ قلت لا والله بسوي لكم مركزين مو مركز واحد، بس من بكره بغير سكني ترى.
فالشاهد في القضية فعلا يعني من حاجة المواطن أو من تلمسات المواطن أنه هو يكون عنده خدمات صحية. أنا ما أقدر أبني مركز صحي في كل 300 أو 400 شخص موجود. طبيعة جغرافية للمملكة العربية السعودية لأن أنا عندي مناطق أمطار، عندي بدو رحال، عندي تمركز لخدمات صحية في منطقة، في هجرة أو قرية تختلف عن الثانية، طبيعي ان انا ما اقدر احط الماليه حقتي كلها موجوده فيها. فحاولنا ان احنا نعمل ديجريز او نعمل كلاسيفيكيشن للمراكز الصحيه. المركز الصحي الف اللي بيكون موجود فيه اكثر من 20,000 يخدمه، حيكون فيه طبيب استشاري واثنين وثلاثه، وحيكون فيه الادويه اللي ربما تكون نفس اللي موجوده في المستشفيات. لربما مركز صحي با من فئه با يكون فيه بعض الادويه او بعض الاشياء اللي موجوده في الملزمه الصحيه تفرق عن المركز الصحي الف، وهكذا جيم فدال فها. يعني هذه هي خطتنا الموجودة، ولكن between parentheses إنه إحنا الآن خطتنا ودعمنا كله ما حيجي للمستشفيات، ما حتوجه للمستشفيات، حتوجه للمراكز الصحية. لدينا 450 مركز صحي الآن، في إن شاء الله في خلال شهرين حنستلم أكثر من 20 أو 23 مركز صحي. بنحاول إن إحنا نوصل خدماتنا الصحية لجميع المواطنين في كل المرافق. طبعا حاخذها تباعا، ليست هذه هي الخدمات اللي هي مناطه اليها في وزاره الصحه، احنا خدمه علاجيه وقائيه وليست اسعافيه من الدرجه الاولى. بمعنى يعني كان في لنا اجتماعات مؤخرا في تحات القطار وفي المشاريع الجديده، وطلبوا منا ان احنا نكون متواجدين. احنا ليست الجهه المناطه لها بنقل المواطن او نقل المريض، لا، احنا جهة معينة تقدم خدمات علاجية في موقعها، أما غير كده هذه مسؤولية وزارة ثانية. اللي نرقى بالخدمات الصحية لم نغفل طبعا أو لم تغفل وزارة الصحة عن تقديم خدمات صحية. الآن لدينا مشروع الملف الإلكتروني أو الملف الصحي الموحد، تمام، هو عبارة عن ملف المواطن الكريم اللي بيراجع منطقة سكنه في الرياض إذا حب إنه هو يعمل عمرة ولا قدر الله تعرض لعارض صحي أو ظرف صحي، سوف يكون له نفس الملف الصحي اللي موجود عندما يراجع أحد مستشفيات اللي قريبة من منطقة الحرم والمنطقة المركزية. المواطن اللي هو موجود في جدة وحب إنه هو يصيف في الصيفية في منطقة عسير حيكون له نفس الملف الصحي. كلها طبعا تحتاج بناء قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة الداخلية، تأخذ وقت، ولكن أنا أقدر يعني أقول لكم إنه الآن وصلنا لأكثر من 40% أو 43% حسب المؤشر الأخير في إمكانية الملف الصحي. دعوني أعرج على نقطة يمكن الدكتور زهير تأيدني هنا، إنه الإحصائيات اللي هي موجودة عندنا، أنا أصدق القول هذه مشكلة، ومشكلة كبيرة موجودة عندنا، ليست جميع الأرقام صحيحة. المشكلة مش في البرامج اللي تستخدم، المشكلة في المدخلين. يعني لما يجيني الدكتور زهير يقول والله انت عندك نسبة السكر في المملكة العربية السعودية 19%، من اي مؤشر؟ هل اخذ انا اعتمد على مريض السكر عندما يراجع البرايمري هيلث كير مستوصف المركز الرعاية او مستوصف الرعاية الصحية الدولية؟ هل اعتمد عليه عندما يصرف الدواء من المستشفى؟ هل اعتمد عليه عندما نجي اوصل له الخدمة الرعاية المنزلية لمنزله؟ هذه كلها مؤشرات. طبعا الأرقام اللي بتطلع عندنا أتلافينا المشكلة هذه أو حاولنا نتلافى المشكلة. الآن عندنا الآن برنامج موحد لوزارة الصحة، يعني بالكلينيكال أوديتس، يعني بالسنترال إيفنتس، يعني بالإبديمولوجيكال بيز لاين أو الداتا اللي هي موجودة عندنا، كلها تصب في لغة الأرقام. لأن ميزانيتي تقوم على الأرقام، مؤشراتي تقوم على الأرقام، قوايا العاملة وتدريبي كله يقوم على الأرقام. يمكن هذه نقطة تسجل لصالح وزارة الصحة، إن شاء الله في القريب العاجل حيكون الملف الصحي واصحبوا الملف الإلكتروني، كلها هذه بتكون مساعدة أو معززة لتقديم الخدمات الصحية في وزارة الصحة. نقطة أيضا تذكر لصالح وزارة الصحة في الكوارث، يمكن هذه كثير من الأسئلة الآن بتتوجه لنا وكثير من الاجتماعات مع صاحب السمو الملك الأمير خالد الفيصل، ما دور وزارة الصحة؟ لربما أستطردها على عجالة. الدور اللي بيشار إلينا أو بيوجه إلينا هو دور تكاملي في الكوارث. على سبيل الذكر، التواجد بمراكز إيواء، طبعا المشاركة في وضع الخطط، كيفية التعامل مع الكوارث سواء كانت داخلية أو خارجية، واستقبال الحالات أيضا.
تجهيز القوى العاملة من أطباء وتمريض في المراكز الصحية أو في المستشفيات اللي هي بتستوعب أو بتتواجد في الكوارث الصحية، هذه مسؤولية من مسؤوليات وزارة الصحة، بالإضافة لتوفير التجهيزات الطبية والخدمات العلاجية الخاصة بالمصابين، تأمين بعض المستلزمات الطبية من أدوية ودم وغيره، برضو هذه من ضمن المؤشرات أو من ضمن الاستعدادات اللي بتولى لوزارة الصحة في الكوارث. نقطة ثانية لا نغفل عليها طبعا، هي المشكلة موجودة عندنا على مستوى الوزارة في المنطقة، في منطقة عسير ومنطقة جدة، ويمكن هذا لو كان أكيد كنت حتوقع، لأنه ما في اجتماع أحضره إلا لما يشار إلينا أي حمى الضنك، إيش سويته، إيش عملته، حبيت أن أنا أجاوب قبل ما أسأل نوعا ما. الآن المؤشرات اللي هي موجودة عندنا بدراسة أجريت مؤخرا وببلشت في واحدة من الانترناشنال جورنالز في الأمريكان سوسايتي أوف دينتال جورنالز، أخذنا 15 مؤشر من أصل 40 مرض أو إبيداميك ديزيز إن صح التعبير، ودرسناها ما بين عام 2008 و 2009، والدراسة الثانية كانت هي لونجيتيونال ستادي ما بين 2010 أو 2011. على عجالة، هذه هي معظم الأمراض أو 15 مرض اللي هي موجودة عندنا. في الوزن الخنازير الحمد لله يوجد انخفاض فيها، الجدري وحمى الضنك، الدوزنتاريا، هناك ارتفاع بسيط بالنسبة للهيباتايتس، الدرن أيضا لو كان not significant statistically، لو حبيت الدكتور زهير نتكلم statistically، لكن الآن يعني في نقص موجود فيها، نقص المناعة المكتسب، الحمى المالطية، التهاب الملتحمية وغيرها من الأمراض، جميعها مؤشرات تم تسجيلها على مدى 4 سنوات، زي ما قلت 2008-2009 و2010 و2011. يمكن كانت هي بتعطيني مؤشر للطب الوقائي غالبا ما بتكون في المنطقة، وبتعطي إنديكيتورز للمملكة العربية السعودية. محور ثاني بالنسبة للطب الوقائي، طبعا لو تكلمنا على الكواليتي خلينا برضو نتكلم على الكوانتيتي. الآن احنا في مراحل لافتتاح مراكز صحية جديدة على مدى 4 مراحل، لدينا يمكن حوالي 15 مركز صحي في مكة المكرمة المرحلة الأولى، لدينا أكثر من حوالي 30 مركز صحي في المرحلة الثانية، و20 و15 تلاحظوها تباعا أنه بينقص العدد، لأنه أنا على حسب الدراسة اللي إحنا أجريناها أنه هناك الكثافة السكانية حتغطى، معدل النمو عندي بالنسبة للأخوان اللي عارفين الكثافة السكانية 2.3، يعني الاستحصاء الأخير أو السكان الأخير كان يصل إلى حوالي 28 مليون على ما أعتقد، نظرا للي صار في اللي قبله كان في الفرق 2.3، وهذا المتوقع في الإحصاء السكاني القادم. جدة طبعا عليها التركيز بمعدل يمكن حوالي 48 مركز صحي في المرحلة الثالثة، هذه يمكن أو المرحلة الثانية، هذه يمكن الثانية والثالثة، هذه يمكن المهمة عندي. الطائف الطاقة الاستيعابية لها الآن مشبعة بأكثر من 107 مركز صحي. القنفذة ما عليها الضغط اللي هو أو الزيادة السكانية، ولكن تطلعات الحاكم الإداري الآن إلى القنفذة والليث، فحبينا ان احنا نستلمسها يعني نشيل لها في المرحله الاولى ب6 مراكز صحيه و12 مركز صحي، ونشوف ايش اللي حيصير في المرحله الثالثه او في السنوات الثالثه اللي هي 2014-2015، ونكمل عليها في المرحله الرابعه. هذه فيما يخص الطب الوقائي. محور اخير موجود بالنسبه للجوده والنوعيه. الآن حاولنا، يمكن يا دكتور زهير ما كانت موجودة هذيك الأيام على أيامكم، لكن إحنا حبينا أن إحنا نرفع برضو من خدماتنا الصحية وتطلعات المواطن بالنسبة للكواليتي. GCIA هي إنديكيتورز موجود، حبينا أن إحنا نخش، والحمد لله يعني تعتبر منطقة مكة من أول المناطق في المملكة العربية السعودية اللي فيها مستشفيات، غير أن هي دخلت GCIA والMRQB وحصلت عليها. يعني الآن ما أدري، يمكن هو مقولة وكيل وزارة، يكفينا فخر إنه مستشفى زي مستشفى جياد اللي دخلها فيكم في الآونة الأخيرة، هي مستشفى جياد للطوارئ يعني نوعا ما، بتقدم خدمات على مستوى عالي في المنطقة المركزية، حصلت على الجساية. يعني هذه كانت تشار إلينا، يعني حتى لو كانت إعلاميا أو حتى طبيا واحدة من المؤشرات أو واحدة من على قولهم
المميزات اللي موجودة في المنطقة المركزية. لم نغفل برضو عن المراكز الصحية، داخلين بأربع مراكز صحية، مركز صحي من كل منطقة أو عفوا من كل محافظة، داخلين بي برضو في الجسائية. طبعا هذا بالإضافة إلى رفع من الكادر الفني أو رفع من الكادر الإداري، وهذه كانت مشكلة نوه عليها البروفيسور زهير فيما يخص الوظائف الإدارية، لم تغفل علينا، وحبينا أن احنا نطور الكادر الإداري بالمعكيوبي. للتلمس لحاجة المواطن تم وضع برضو معايير معينة أو برامج معينة تستطلع رضاء المواطن. يعني أول كان في عندنا البيشنس أو اللي بيخرج أو اللي عنده ديسشارج كان بدون أي إنديكيتورز، يعني بيخرج بيقول لك أنا راضي أو أنا لست راضي. حطينا برامج معينة في كل مستشفى لتلمس حاجة المواطن. طبعا هذه البرامج إحنا ابتدعناها أو إنه إحنا استحدثناها وتبنتها وزارة الصحة. الآن لا توجد مستشفى في وزارة الصحة ما يكون فيها برنامج للبيشنت ساتسفاكشنز. نحتاج إيش رأيك في الأدوية، إيش رأيك في الخدمات العلاجية، خليني يا أخي أعرف إنه والله ترى أنت عندك كومنتس معينة على انتظارك في الصيدلية، خليني أعرف إنه أنت والله لما جيت تخرج والدتك ما كان في ويلتشير، خليني أعرف إنه والله ترى الممرضة أو الممرض اللي كان بيكشف على والدتك أو الممرضة اللي بتكشف على والدك. بعض الآراء لربما أنت ما تعني لك شيء لكن أنا ممكن تعني لي حاجة معينة. طبعا هذه صعب أن احنا نتلمسها من المواطن الكريم، كان لابد من وضع برنامج معين يدلو بدلوب، غير صندوق ذاك اللي كان ماله مفتاح تفتكروه اللي عند اقتراحات الشكاوي، يعني ما أثبت جدواه سبحان الله تعالى. لكن حبينا أن احنا نحطها إلكترونيا الكريم، حب أنه هو يسويها ورقة، حب أنه هو يعبيها بعد كده، هذا رأيه. تتاخذ في عين الاعتبار وترجع بأناليسز معينة لكل مستشفى ولها إدارة مستقلة. هذه يمكن كانت المحور الثاني الموجود بالنسبة لي في الجودة. لم يغفل دور التدريب والتعليم. طبعا يمكن الدكتور قال لي أنه أنا من أشار إليه البنان، وصلت الشكاوي إلى أبعد مستوى أقفلت الكليات الأهلية. خلوني يعني لو اعطيتني ثلاث دقائق، هذه غير البرزنتيشن لازم. انا يعني استحلفكم بالله، هل تقبل انه ممكن احد يعالجك انت وزوجتك او والدتك او والدك وهو ما يعرف الفرق بين الانتراماسكولر والانترافينس، ما يعرف الفرق بين عضله الابره العضل وابره الوريد؟ هل تقبل بانه ممكن يكون في فني مختبر يكتب على ورقة خلينا نسوي عينة دم من عفوا من اليورين أو من الستول؟ هل تتصور إنه في عندي فني أو فنية يوقف في الصيدلية ما يعرف نوعية الدواء هذا من نوعية الدواء؟ يا أخي أنت إيش كنت تسوي؟ جيت نزلت قبل ما أقفله أقول لكم يا بصراحة، أنا دعمت من وزارة الصحة ولكن دعمت بعد لما طلعت عيوني. جيت نزلت لقيت المناهج اللي هم بتدرس ليهم nothing. كل اللي تحججون به كان انه والله هي مجازة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. بعد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اجي اعمل له بري تيست nothing. نسبة النجاح ما تتعدى 20%. اعطيله 3 اشهر، اعطيله 6 اشهر، يجلس معايا سنة وفي الاخير اصادف بسنترال ايفنتس او باخطاء جسيمة حيكون اللي يدفع ثمنها انا والمواطن. قلنا يا جماعة كفانا ما جانا. أنا عندي مؤشرات معينة إنه والله أحتاج، وهذا يمكن كنت بقولها للدكتور، أحتاج لتستوسين. إنه الآن في حاجة اسمها فنيل أرتيز العاش القلب الرئوي، هذه ما عندي غير واحدة كلية في المملكة العربية السعودية تخرجها. هذا وظيفتي أنا، أروح أقعد مع معالي مدير الجامعة الملك عبد العزيز، أروح أقعد مع معالي مدير الجامعة جامعة أم القرى تمام، وأقعد معهم أقول لهم أفتحوا لنا مجالات، احنا نبغى حاجة السوق لنا ان صح التعبير، حاجة السوق احنا نحتاج من هنا من هنا. ما احتاج فنين مختبر بمستوى معين، ولا احتاج فنين صيدلية بمستوى معين، مع احترام لكل التخصصات تمام، ولا احتاج، انا احتاج فعلا لارقام موجودة ولكن تكون بكواليتي. يعني انا بقولك انت تقفلت انت على كيف، لا انا مش حكاية تقفلت، انا اجزت حاجة ولم اجز حاجة تانية. ما زالت الكليات والمعاهد الحكومية تخرج وتخرج طلبة وعلى مستوى عالي جدا، ولي الفخر
انه ما زالت في تمريض سعودي وفي فني فني مختبر سعودي وفي فني اشعه بتخرج من جامعتنا السعودي، ولكن اللي موجود في الاهلي هذا شيء لا يقبل العقل ولا دين. هذا كان نوع من انواع او محور من محاور التدريب الموجوده عندي. طبعا هذا على مستوى الوظائف الجديده. على مستوى الوظائف القديمه طبعا يعني جلست مع السويدان يقول درب 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 درب، هذا سبارك السويدان. جيت لقيت الموظف يعني ايش الحافز؟ عندي 20-30 موظف يا ابن الحلال روح دوره. طيب حاضر. اجي له بعد اسبوعين رحت الدوره؟ لا يا ابن الحلال روح دوره. ما في كان في اي حافز. مشكلتي كانت مع معهد الاداره، مشكلتي كانت مع الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه. جلسنا طرحنا اوراقنا معهم، قلنا يا جماعه انتم معهد الاداره ما انتم ما لكم التحام معهم معهد الاداره. احنا مشكلتنا الكبرى مع معهد الاداره انه هو ما يجيز الا الدورات اللي موجوده عنده. هذه مشكله ترى. يعني الاداريين اللي هم موجودين عندي يقول لي انا اللي يخليني او يحفزني ان انا اروح اخذ دوره في مكان ما انه تكون مجازه من معهد الاداره. يمكن الاطباء والفنيين يعني بالساعات العلميه والسمي والكلام ده كله. طبعا هذه كانت مشكلتنا، ولكن الحمد لله توفقنا مؤخرا في اعتماد بعض الساعات معهم. مشكلتي في التدريب في الميزانيه. يمكن الدكتور زهير ما ادري يفتكر ولا لا، هذيك الايام ما ادري كان في ابتعاث ولا ما في. انا احكيكم على قصه، انا يعني من الناس اللي بعت سيارتي عشان اروح ادور على قبول. صح، بعت سيارتي. الان لا اله الا الله، ما اعتقد في بيت ما في مبتعث ان صح التعبير، او ما في وزاره في كل اداره فيها ما فيها مبتعث. البند عندنا تعمد باكثر من الضعف وثلاثة الأضعاف. هذه مشكلتنا إحنا أو مسؤوليتنا إحنا في التدريب. إيش التخصصات اللي أنت تحتاج تدرب فيها؟ إيش الدول اللي أنت ممكن تجيز منها التدريب؟ كلها محاور طبعا أخذناها على عاتقنا وحاولنا أن إحنا نجتهد فيها على قدر الإمكان، وتوصلنا فيها إلى مراحل، وصراحة هي مراحل متقدمة. لم نغفل طبعا على وضع هيكلة، هذه كانت يمكن من النقاط اللي حسبت للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة. الوظائف عندي ما تقسم على أشخاص، أنا عندي هيكل تنظيمي لكل إدارة المفروض يكون موجود. ليس بالمقبول أن يجيني الدكتور حسين لأنه موجود الآن في فترة لديه سكرتارية وأرشيف ومساعد واثنين نواب وثلاثة، ويجي بعده الدكتور لا والله لغى السكرتارية وخلى بدل المساعد 10 ولغى النواب وخلى، لا في هيكل تنظيمي whatever who going to come they have to follow. ايا كان من موجود هذه هيكلة تنظيمية طبعا لها تبعات الهيكل التنظيمي انه يكون في بطاقات وصف وظيفي. يعني انا يجيني الموظف الاخ الفاضل سواء كان اداري او فني يعين عندي من اول يوم، مرحبا يا اخي كل عام وانتم بخير اهلا وسهلا تفضل اقعد على مكتبك، مو عارف ايش يعمل ما يعرف. تجيك بعدين بالخبرة شهر اثنين سنة اثنين على حسب، ويجي والله بعد سنتين وثلاثة يعطيني بالأشياء اللي موجود. لا يا أخي، هذا وظيفتك وهذه بطاقتك الوظيفية، هذا المدير اللي أنت تتبع له وهذولي الناس اللي هم يتبعوا لك، هذه هي أهدافك، أنا أحتاج منك كده وكده وكده وكده. يمكن حاولنا نطبقها في الكادر الصحي دقيقتين تمام، حاولنا أن احنا نطبقها في الكادر الصحي والآن الحمد لله توفقنا فيها حتى في الإداريين. المحور الأخير بالنسبة للجودة كان بمتابعة مؤشرات الأداء للإدارات وتفعيل استبيان قياس رضا المرضى. كما أسلفت ذاكرا أنه هناك عندنا برنامج وبيوصل صداع لجميع مدراء المستشفيات، أقول له والله ترى عندك ديفكت في الصيدلية، لا أنت يا مدير المركز عندك مشكلة في القوى العاملة، لا أنت عندك مشكلة في الطاقة الاستيعابية للأسرة، وهكذا دوالي. بعض البرامج الصحية الأخيرة، يمكن هذا آخر سلايد طبعا، حبينا ان احنا نشارك فيها جامعة الملك عبد العزيز، وشاركنا فيها الان جامعة الطائف وجامعة ام القرى، كانت بالسنترال ايفنتس. يعني كثير منكم يفتح اول صفحة وثاني صفحة، فلانة ادمية توفت مش عارف من ايه، فلانة ادمية تنقل له دم مش عارف من ايه. طبعا للأسف انا اقول لكم ايه، يمكن قبل فترة وفترة ليست بصغيرة كنا اخر من يعلم. يعني زي انت عرفت بالخبر امس انا اعرف به اليوم بعد ما اقرا الجريده. طبعا احنا تعرفين المسؤولين متى يقروا الجرايد، يقروها الساعه 6 المغرب ما ادري اذا كان صح، اذا قريها 6 المغرب. فتخيل تفتح 6 المغرب وتلاقي مستشفى اللي انت تابع لك والله على كلامهم انه هي موتت فلانه او جنين راح او نقل الدم بالخطا او مريض طاح او
واتس ايفر او خطا في عمليه، حطينا برامج واوليناها لمدير المستشفى شخصيا للاشراف عليها، انه هو يبلغ عن كل الايفنتس. ايفنتس بمعنى حدث. انا لم اقصد ان انا اخلي يعني لا لا ما هعاقبك اوكي، لكن اي حدث يكون يعني حتى لو مريض طاح من فوق السرير هذه مش مشكلتك، او ممكن تكون مشكله جزئيه تابعه لك، تمام بلغ عنها، لكن اساويها بالسنترال ايفنتس بالحدث الجسيم اوكي. فهذه يعني هم في الاول طبعا لقينا امتناع او انتقاد منهم، انه والله كيف انت يعني هتعاقبني؟ لا، انا قلت له حط الحدث وبعدين اعطي البرنامج الاولويه انه هو يصنفه اوكي، واعطيت طبعا المؤشر لمدير عام الشؤون الصحيه وكيل الوزاره على حسب الحدث ولمعالي الوزير، يصير لو في اي حاجه نتداركها. يا اخي انا عندي 7 عمليات صارت فيها مشكله في النساء والولاده في مستشفى ما، اجل انا معناته عندي مؤشر خطير، لربما يكون من الاطباء من التعقيم من الكادر الموجود من 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 انا عندي مشكله معينه في مستوصف مركز صحي، جميع المراجعين للمركز الصحي يروح ما يلاقي دواء، عشان معناته انا عندي مشكله معينه موجوده. يمكن هذا البرنامج الاخير اللي الحمد لله اجازته وزاره الصحه الان عمم من 1/12 على جميع مستشفيات وزاره الصحه، ولهم الان بيحاولوا ان هم يكونوا له هيكله، احنا عندنا هيكله معينه له في المنطقه في وزاره الصحه، ان هم يعملوا له اناليسيس ويستفيدوا منه بحسب خبرات منك المكرمه. اشكر لكم استماعكم، واشكر مره ثانيه الدكتور حسين للدعوه، اتمنى ان اكون ما اطلت عليكم، ولو في اي سؤال ما في اي مانع. شكرا للدكتور مصطفى على هذه الكلمه القيمه والمعلومات المفيده لدور وزاره الصحه.